اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا ببساطه سهوله مرونه، معانا صدور فراخ مفرومه، هنعمل صينيه الرقاق بالفراخ الدجاج المفروم، ومش مقتصر بس على لحمه مفرومه ضاني او كندوز الرقاق، الرقاق منه الناشف ومنه الطري، جايبين الرقاق الطري الجميل الحلو، ممكن تعمليه سندوتشات فاهيتا، تعمليه مع مسخن دجاج حسب الرغبه، ازاي نعمل صينيه رقاق بتفاصيلها بتركياتها مع بعض مع دجاج مفروم، اعتقد ان الدجاج قليل الدسامه شويه مش دسم زي اللحمه الضاني. معانا النهارده البتنجان العروس الاسمر الجميل هنعمله بالدقه والطشه. ده طبق بيتحط جانبي جنب كشك جنب صينيه رقاق جنب طبق فته. السفره ما تخلاش من انواع المقبلات، انا انصحك تعملها في البيت زي البتنجان المخلل، طبق خيار سلطه، الحاجات اللطيفه ديت بتقوم بدورين، دور الطبق السلطه ودور المخلل. معانا البتنجان هنعمله النهارده بطريقه لطيفه وجميله. المفاجاه بقى النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس مخرجنا الجميل التين الشوكي اللي في كل حاره في كل شارع في كل مكان رايحين جايين، اديني ثلاثه في طبق اديني اربعه في طبق، والراجل بصراحه هو اللي بيقشره، عشان انا اقشره ممكن اقعد خمس ايام ما امسكش السكينه من كتر الشوك. معانا التين الشوك النهارده هنعمله ايس كريم مفاجاه، ازاي نعمله ايس كريم بتفاصيل بسيطه وسهله زيه زي المانجا، هنشوف ازاي نقشرها وناخد طبعا الحاجات الجميله اللي موجوده فيه ونعمله ايس كريم مع بعض. واعتقد ان التين الشوكي من الحاجات المفضله وبتيجي في الصيف شويه كده وبتختفي، فاحنا بنستناه من الصيف للصيف عشان نعمله ايس كريم. حلو الكلام، تعالوا مع بعض نشوف مقادير صينيه الرقاق بالدجاج المفروم او بالفراخ المفرومه اللي هي الصدور، او نجيب فرخه نسحبها ونعملها صدور فراخ، ومعانا رقاق طري اللي هو خبز الشراك او خبز البر، ده موجود هنشيل الكيس من عليه كده عشان مخرجنا الجميل. ايه الحلاوه دي؟ اهو ده ممكن يتعمل سندوتشات شاورما وممكن يتعمل رقاق وكل حاجه. اهو اللهم صل على النبي، طري ومغطينه طبعا زي الفل. ايه رايك في الحلاوه دي؟ اهو ده الرقاق الطري، هنشيل الاطراف بتاعته عشان ما يبقاش عجينه، وهنعمله مع بعض دلوقتي صينيه الرقاق بالدجاج. ومعانا جبنه ومعانا دبس الرمان ومعانا معجون طماطم ومعانا بصل ومعانا توم، شويه بقدونس حلوين، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. عايزاها سبايسي، بتضربي في قلبها ارض فلفل حار حسب الرغبه. اول حاجه هاخد البصل والتوب والدجاج المفروم ده ونروح عند النار، وربنا يكفينا شر النار. حلو، ادي الدجاج المفروم شويه زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده، هنزل بالعود الروزماري ده في قلب الزيت، ناخد البصليه الحلوه، الله، على طول العود الروزماري لما نزل على الزيت طبعا بيغير راحه الزيت، حتى البصليه كمان بتبقى ريحتها حلوه. ننزل بفص توم حلو كده زي الفل يا عم الشيف، نخليهم على النار، هما بيتحمروا على النار، شم ريحه حلوه، انا نطفي النار دي عشان مش عايزها، مهم جدا. ولكن تحميره البصله باللون الحلو بتدي للدجاج لون وطعم بالشكل ده كده اهو، الله. والبصله بتتحمر يا عم الشيف، بننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات اللي انت حباها بقى. صينيه الرقاق دي بتبقى محرمشه شويه، تاخد شويه بابريكا شويه فلفل شويه كمون شويه كزبره انت ورغبتك. حلو الكلام، ونقلبهم كده مع بعض. المدرسه المغذيه بتقول ايه؟ لتحمير البصله سريعا ويبقى لونها اشقر بتعملي يا ست الكل، بتحطي معلقه زبده واسطه. حلو قوي الفكره دي، جميله، عشان ما اقعدش اخليها على النار كتير تنشف مني. بس خلاص هنلاقيها احمرت دلوقتي وبقى لونها اشقر على طول. محمر بس طبعا الزبده لازم يسبقها زيت، ما ينفعش احمر البصله في زبده وبس، هتتحرق منك وتبوظ لك البصله. شفت البصله خدت لون ازاي وبقت طريه وجوسي وزي الفل. ننزل بالدجاج المفروم، صدور دجاج بنجيبها من عند الراجل الفرارجي، بناخدها بنفرمها في الكبه او بتقطعها بالسكينه او بالمخرطه بتاعت الملوخيه حسب الرغبه. صدور الدجاج فرمها سهل، اسهل من اللحمه، لان طبيعي ان الانسجه بتاعت الفراخ سهله الفرم غير انسجه اللحمه. هنقلب دول كلهم مع بعض، اللهم صل على النبي. خدت اللفه دي كده لغايه لما تتعصج معايا ويبقى ايه زي الفل. على نار شديده،
سريع التقليب يا عم الشيف. البصلية الحلوة ادت الفراخ طعم. ايه اخبار البتنجان؟ هو ده، ارفعه من الزيت واقفل الزيت خالص ونسيبه بقى يصفي الزيت براحته. شفت ازاي خط سير الحلقة بيبدأ؟ انا ممكن اسيب البتنجان معايا على الطاولة واشتغل عادي، ولا ده انا حمرته وسبته كده على جنب وطفيت الزيت لان الجو حر، ما ينفعش ان انا بقى اشغل اكتر من عين في المطبخ. عندك البوتاجاز مثلا اربع عيون، تعالى على نفسك ويا عين واحده بس تشتغل عشان درجه الحراره، وتبقى واقفه لطيفه كده زي الفل ورافه رايقه، ما تقفيش وقت كبير في المطبخ، ده الطبيعي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي الدجاج المفرومه. حلو. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه فلفل حلوه، معلقه هريسه حلوه، تدي لون وطعم. الله. شويه معجون طماطم. الله. ونقلب. تبقى صدور الفراخ جوسي كده وفيها طعم. بالشكل ده كده. ونسيبهم يستوى على النار. حلو قوي. طبيعي. بنحب شقشاء ميه صغير كده. كمان واحده. ونسيب الطاسه دي يا عم الشيف تستوي على النار شويه، ونجهز الصينيه اللي هنقدمها لضيوفنا فيها الرقاق. ويفضل ان الصينيه اللي هتعملي فيها الرقاق تقدميها للضيوف، افضل صينيه بايركس، الحاجه اللي عندك. زي ما بنعمل البصمه كده بتاعه الكنافه او بصمه الجلاش، تعمل في صينيه ممكن تقدميها في نفسها او في طبق مخصوص لها. الفراخ جاهزه هنا زي الفل، بنروق الدنيا عشان نقف رايقين. مطبخك يبقى رايق اول باول، تقومي تخلصي وجبه الغداء او تخلصي المطبخ بتاعك، وقفتك في المطبخ تقعدي مع اولادك على السفره تشاركيهم حبك للمطبخ وتسلم ايدك يا ماما. حلو الكلام لغايه كده؟ شايفين الفراخ في قلب الكسروله جميله ازاي؟ اه جيب لي كده حبيبي حبيب والديك. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ سيبها على النار تستوي. وطبيعي كمان ان صدور الفراخ بتستوي اسرع من اللحمه المفرومه. نقف محطه هنا نسميها محطه الابداع، محطه الابهار. ايه بقى المحطه دي بتقول ايه يا عم الشيف؟ بتقول ان احنا نقدر نعمل بالفراخ دي مكرونه اسباجيتي بصوص الدجاج ده. حلو. نسلق مكرونه ونحطها على الوش ونقلبها وناكلها بقى الفانه وشف. نقدر نعمل لازانيا بنفس الخلطه. نقدر نعمل مكرونه بينا بنفس الخلطه. حلو. فرصة ان احنا نتكلم عن الحاجات دي. ممكن نعمل كوسة بدل ما بنعملها كوسة جراتان باللحمة والبشاميل، نعملها كوسة جراتان بالدجاج والبشاميل. انا بديك افكار، كل ما بيجي على خاطري شيء بقوله، مش ببخل بيه عشان تختاري، لان دايما انا بقول مع الشيف المغازي لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. شايفين الدجاج؟ ايه الحلاوة وايه الجمال ده؟ الاخضر اللي حطيته ده حاضر يا فندم. بيقول ايه الخضار اللي انت حطيته ده؟ بص بقى يا غالي، فراخ تحب الكزبره، تحب الكرفس. دي معلقه كزبره خضراء كده مفرومه حطيتها في قلب الايه الفراخ، تاخدها في حته تانية. تعالوا نجهز الرقاق بتاعنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ معايا دبس الرمان، باخد شويه كده بجود انا. طب ما فيش دبس الرمان ولا حاجه، هتعملها احسن مني. لا 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 لا، عسل مين يا فندم؟ حلو، صباح العسل. تعالوا مع بعض الرقاق الجميل الحلو ده كده هنعمل فيه يا عم الشيف. الرقاق الطري ده نعمله سندوتشات شاورما، نعمله سندوتشات فاهيتا. شفت الحلاوه دي كده؟ تقدر تعمليه حلو، تجيب الموز وتهرسيه وتحط عليه شويه عسل وتلفها كده، تبقى فطيره الموز او ملفوفه الموز جميله حلوه بالعسل. يعني ليك افكار كتيره ممكن تعمليها. هناخد الرقاق ده نخليه معانا كده ونوسع الدنيا كده، ونجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه جاهزه معايا البايركس ده، في منه المدور وفي منه بالشكل المستطيل ده كده. هناخد الرقاق دي كده، واللحمه بتستوى والفراخ بتستوى على النار. نعم يا غالي، ما انا لسه قايل دلوقتي مخرجنا بيقول لي ينفع نعملها باللحمه المفرومه بدل الدجاج. ممكن نعملها باللحمه المفرومه بدل الدجاج. سؤال لطيف وجميل. هتعمل ايه في الرقاق ده؟ بشيل الاطراف دي كده. مش عايز الاطراف دي، حتى لو بتعملي شاورما العيش ده طبيعي اللومه بيبقى فيها الاطراف دي. خليها على جنب، ممكن تحمصيه ده وتعمليه فته.
اصبحت هنا معايا زي الفل. ثلاثة زي بعض دول كده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحب ده؟ كده انا حطيت ايه طبقة من الرقاق بالشكل ده الحلو ده كده. حلو الكلام؟ هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الفراخ دي بالجوس بتاعها ده كده، بالبهريز بتاعها ده كده، وننزلها هنا كده. هو ده، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، هو ده. الرقاق يشرب بقى. الله، ننزله كده. حلو قوي، تمام. ونفس القصة اللي عملناها في الأول هنعملها دلوقتي على الوش. حلوة، ناخد شوية رواية كده، نحط دي كده هنا، ونحط دي هنا كده. عينيا، حاضر أهو. ناخد دي كده، بسم الله زي الفل، ونشيل الأطراف يا عم الشيف. هو انا لو خليت الاطراف حد هيضربني على ايدي؟ لا، بس انا بعمل الحاجه اللي ممكن اعملها في البيت، فبحب اعملها لحضراتكم. ليه الاطراف؟ الاطراف دي عجين وبتعمل زحمه على الفاضي وكلكعه على الفاضي. حتى لو بتعملي سندوتش شاورما، شيلنا الاطراف. شفت انا شلتها ازاي؟ واجي اقطعها نصين كده، حلو بالشكل ده كده، واجي واخدها كمان كده مره اهو، واحطها على الوش كده زي اللازانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشقاوة دي؟ أنا شغال كده واحدة واحدة عشان لما نيجي نقطعها تبان قدامنا إيه؟ قطعية واحدة. هنعمل دلوقتي خلطة أو السقية بتاعت الرقاق، عبارة عن شوية حليب واتنين بيضة مع شوية بهارات حلوين، ونحطهم على الوش وندخلها الفرن. دي لازم، لان ده مش هيتعمل بشوربه لحمه ولا شوربه فراخ. السقيه بتاعته اللي انا هعملها دلوقتي حالا قبل ما ادخلها الفرن. انت طبعا هترصيها بطريقتك بقى. شفت الجو ده كده؟ تاخد دي كمان شويه. زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الخلطه اللي بقول عليها. عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن شويه حليب واتنين بيضه وشويه بهارات حلوه. حلوة. معنا اتنين بيضة، معنا الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم، ودي كمان. حلو، نشيل دول كده، شوية الحليب حلوين عليهم. حلو قوي. بهاراتك يا عم الشيف مع المضرب. السقية دي حلوة قوي على فكرة، هتدي لصينية الرقاق شخصية. فلفل اسود، اساس الفلفل الاسود يا عم الشيف عشان زفره البيض، وشويه الملح الحلوين. حلو، مع سنه بابريكا حلوه، وزعتر بابريكا. الله، وزعتر، وبقلب المضرب نضربهم كده. صينيه الرقاق خدت منها شغل، ما خدتش الشغل. واعتقد ان صينيه الرقاق ديت وجبه غدا لوحديها مع طبق بتنجان اللي انا عامله دلوقتي او سلطه خضراء زي الفل. هنقلب دول كده مع بعض اهو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت بيض وحليب وشويه بهارات. فينا الاختيار بقى والقرار قرارك. ايه هو؟ البعض بيحبها بالجبنه الرومي المبشوره والجبنه الموزاريلا. الاطفال دايما بيحبوا الموزاريلا لانها بتبقى مطاطيه ولطيفه وزي الفل. تقدر تحط الجبنه الموزاريلا او تقدر تحط الجبنه الرومي. طب انت هتحط ايهما يا شيف؟ معانا شويه موزاريلا حلوين، هنوزع الخليط ده كده وندخلها الفرن دلوقتي. بس مش هحط الجبنه دلوقتي، الجبنه دي هحطها بعد الرقاق ما يشرب السقيه بتاعته. هزها هزه كده مخرجنا اهي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ في قلب الفرن، درجه حراره الفرن عندي 180. يلا مع بعض، اللهم صل على النبي. جاهز الفرن. يلا مع بعض، تعالي يا حلوه، تعالي يا بطه. الف هنا وشفا في قلب الفرن. بص عليها كده، ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ فيها خبره طهويه، فيها حب، فيها ابتكار. طعم والجمال في قلب الصينيه. طبعا بعد ما الرقاق بيشرب السقيه بتاعته اللي انا شفناها مع بعض، بطلعها بحطها عليها شويه جبنه رومي، ممكن احط شويه زيتون حسب الرغبه، وادخلها الفرن تاني تاخد وش البيتزا. سيبها لما تبرد وتقطعها خرطه خرطه. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي الايس كريم النهارده بالتين
الشوك الجميل الحلو وهو اصابع ايدك بس. الايس كريم هتاكل صوابعك ورا. اخبار الرقاق نبص عليه كده، محتاجين نحط الجبنه عليه بعد اذنك. هنقطع كده على البتنجان وناخد الرقاق نطلعه بره. الله. ونحط عليه يا عم الشيف الجبنه الموزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرب. فين اللي انا كنت حاطه؟ فين السقيه؟ فين السقسقه؟ اهو هناخد الموزاريلا بنخلطها بشويه بقدونس حلوين وقلبها كده، او شويه زعتر واحطها كده على وش ليه. الله عليك يا عم الشيف. عندك زيتون حطي، زيتون اخضر، زيتون اسود، زي ما انت عايزه. قطعت شويه فلفل رومي مكعبات صغيره كده، حطيتيهم مفيش مشكله. لونيها، دلعيها. حلو. فين يا عم الشيف بعد كده؟ في الفرن. بس انا هعمل تركايه حلوه كده عشان الجبنه دي يا عم الشيف ما تشدش مني. اهو ايه اللي انت عملته ده؟ سقسايه حليب. يا سلام على الشيف لما يشتغل بمزاج. عالجبنه كده. يوم انا عملت عمليه توازن ودرجه حراره، الجبنه دي ما شدتش قبل ما تحمر. حلو الكلام، لان لازم تكون واخده الشكل. سخنه سخنه. فين البتاع؟ ندخلها الفرن. يلا مع بعض. اللهم صل على النبي. في نفس المكان. دلعها غازلها. حلوه. ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ ابداع فرسان التلفزيون المصري. ناعمين يا غالي في الكبه. هو ده اهو حبيبي يا شفيق. حلو. نعم حاضر يا غالي. عايز يشوف الهبر، صينيه الرقاق. طب نبص عليها مع بعض كده. ايه الحلاوه؟ انت ابن حلال، جيت في وقتك يعني. لو كنت سبتني شويه كانت راحت. لازم الجمهور يدعي لك والله. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ انا عاملها بجد؟ مش مصدق. ايه الحلاوه دي؟ انا بنسى والله. تعالوا مع بعض نطلعها. يلا هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلي بالكم انا لو ما هزرتش كده في عفريت في ايدك، الريموت كنترول. يا اما تقلب القناه يا اما لا. انا عايزك لما تيجي القناه الاولى الساعه 1 بالظبط الريموت كنترول ده يروح في اخر اوضه من الشقه. حطيه تحت مخده ما انتش عارفه عنوانها. حلو. علشان ايه؟ عشان نشوف البرنامج وما نفكرش ان احنا نغير المحطه. حلو. صينيه والله العظيم ريحتها جميله جدا. ايه الريحه الحلوه دي؟ بس بصراحه 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 انا بحبها مع الجبنه الرومي المبشوره. بس انا ما لقيتش الجبنه الرومي مبشوره، انا لقيت موزاريلا فاستغلتها. بس لو جبنه رومي مبشوره مع البيض ومع الطريق حكايه، بتقلب ريحه الشقه. الجبنه الرومي بالذات المعتقه. حلو الكلام، او المبطرخه بيسموها. حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا صينيه الفراخ الحلوه بالرقاق وشفنا تفاصيلها، وعملنا شويه بتنجان مخلل هم على السفره البطل على فكره مع كل حاجه زي الفل، وعملنا ايس كريم تين الشوكي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. يعني نقول رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.